اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد توبايس الود وزير الدولة المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى المملكة المتحدة الصديقة. وخلال الاجتماع أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة والممتدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تتسم به من تطور دائم وتقدم مستمر، مؤكدا معالي حرص مملكة البحرين على دعم وتعزيز أفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومنوها بالدور المهم الذي تقوم به المملكة المتحدة على الصعيد الدولي وسعيها المستمر لترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم. من جانبه أشاد سعادة السيد توبياس إلود بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية، مؤكدا أن هذه العلاقات ستزداد تقدما بفضل الحرص المشترك على تقويتها على كافة المستويات، بما يعود بالنفع للبلدين الصديقين ويعزز مصالحهما المشتركة. وخلال مشاركة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد توبياس إلود في اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة الذي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية البريطانية، جرى استعراض مسار تطور العلاقات البحرينية البريطانية وسبل تعزيزها على المستويات كافة الاقتصادية والسياسية والأمنية من خلال التوصل لآليات جديدة لتنمية التعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، بما يعود بالنفع على البلدين والارتقاء بأطر التفاهم والتنسيق حيال القضايا المختلفة ودفع وتيرة التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومخاطر تهدد أمن واستقرار العالم. وخلال الاجتماع قدم سعادة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام شرحا لأبعاد وتفاصيل الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا وإفشال مخططاتها في تنفيذ عمليات إرهابية بمملكة البحرين. وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات للاحتفال بمرور 200 عام على إقامة العلاقات بين المملكتين الصديقتين، وأهمية أن يعكس هذا الاحتفال المستوى المتميز الذي وصلت إليه هذه العلاقات على مختلف الأصعدة. كما تم بحث مجمل التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وسعادة السيد توبياس إلود بالتوقيع على برنامج التعاون الثنائي بين الجانبين البحريني والبريطاني. حضر الاجتماع معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وسعادة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، وسعادة السفير عبد الله عبد اللطيف وكيل وزارة الخارجية، وممثلون من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة التربية والتعليم.